بست ما يرد. شو بو طالع خلقه أبو محمود؟ شو بعرف ليش طالع خلقه؟ مو لازم نخبر المعلم أبو عامر، بلكي عمل له شي كاينة. معلوم؟ مشان هيك رح روح لعنده على البيت خبره شلون إجا أبو محمود لعنا. إي بسرعة بسرعة. دير بالك على البوايكية. يا عمي أبو صافي، أنا زلمة وحداني لا وراي أم لا أب لا أولاد، يعني شو بدي برطول؟ خلص روح يا ابني. خذ يلي بدك إياه وصلى الله وبارك. عراسي طولنا بعمرك يا رب. الله يحفظك. شو أبو محمود لويه؟ مير أبو محمود، مير أشرب لك كاسة شاي. لك شو بود فران راكد ركيل كأنه ما قتله قتيل؟ والله ما بعرف، علمي علمك. وين هذا اللي ما عنده راس ولا وجدان؟ أهلين أبو محمود. لا أهلين ولا سهلين مختار. لك شباب شو صاير معها؟ لا تقلي شباب، وين هذا خراب البيوت العامة؟ مين هاد؟ مين تقصد؟ مين في غيره أبو عامر فضاها أعراق الناس؟ ليش هيك عم تحكي عن أبو عامر؟ شو بدك يعني أحكي عليه؟ لك هذا فضحني، فضح أرضي. يلا طيب. أبو عامر؟ لك شو عمل معها؟ راح على الكراكون واشتكى على أختي، إنه هي اللي قتلت زهرية بالسم ليلة عرسها. شو هالحكي هاد؟ أبو عامر عمل هيك؟ عمل هيك وأكثر من هيك، لك هذا فضحني بالحارة، فضح أرضي. أبو محمود؟ شو هالحكي هاد؟ فضح أختي يا مختار، فضح أرضي، قال إنه هي وخطيبة صخر عاملين عملة ما بتتسمى. شو عاملين أبو محمود؟ شغلي ما بقدر أحكيها مختار، ما بقدر أحكيها من كتر ما رعي. أبو محمود فهمني، أبو عامر شو عامل معها؟ هلا أختي صخر خاطبها وكاتب كتاب عليها ولا لا يا مختار؟ بلا، هاي الشغلة كلها تم نعرفها. مهم أبو عامر شو دخله؟ بشير أفندي حولها على الطبابة الشرعية ليشوفها إذا حرمة ولا بنت. يا لطيف شو هالحكي هذا؟ أكثر من هيك مختار، وأكثر من هيك. أكثر؟ شو في كمان؟ لبسها قتل زهرية وحولها على سجن الألعاب. أنا يا مختار، أنا أختي تتحول على سجن الألعاب؟ بيرضيك؟ أعوذ بالله، هذا الشيء ما بيرضيني ولا بيرضي حدا عنده ذرة شرف وناموس. لكن هاي العملة اللي عملها شو بتسميها يا مختار؟ أبو محمود طول بالك شوي لنعرف أبو عامر ليش هيك عامل. بنت راحت على سجن الألعاب وعرضي انفضح ولسه بدلي طول بالك. محمود افهم علي، هذا الموضوع اللي عم تحكيه بدك تتكتم عليه، تتكتم عليه نهائيا، ما في حدا لازم يدري فيه، فهمت؟ وانا شو بيضمن لي انه ابو عامر ما يفضحني بين الناس؟ لكن انا هيك يساوي فيني ابو عامر؟ ايه معليش، والله العظيم ما راح انساله اياها يا مختار، ما راح انساله اياها، لكن انا يفضحني بين الناس؟ صيران تتصرف على كيفك يا ابو عامر؟ ما بقى بيهمك حدا ولا عم تاخد شور حدا؟ ايه شو علي يا ابو عامر شو علي؟ لك جاي على البوايكية يا قتل يا مقتول. يو وما عرفت شو بده الفران؟ لا ما عرفت. يا سيدي انا بقول لك ليش. قولي لي ليش؟ هذا يمكن مش هذا يمكن مشان اخته الهام اللي عملت عملتها مع خطيبة صخر. شو عملت مع خطيبة صخر؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اهلين ابو صافي. طيب شو بابا محمود من على بعضه؟ لا ببشي مزعوج شوي. ايه شو في؟ يعني حكايه عائليه خاصه. لا كان شغله عائليه نحن ما لنا فيها، بس حطينا نطمن. لا طمن طمن ما في شيء، كتر خيرك. خير الله، اصبح لارجع للدكان، خاطرك. مع السلامه، الله معك. السلام عليكم. وصلت مختار، وبقول لك كتر خيرك. مشي اسمع مستو، بتروح على البوايكية لعند ابو عامر، بتشوفه بتقول له المختار بده اياه خليه يجي لعندي. وش كان ما لقيته بوايكية مختار؟ بتروح لعنده على البيت، بتدور عليه بالحارة، وين ما كان بتدور عليه، ما بترجع بدونه، بتجيبه وبتجي، فهمت؟ بأمر عيونك، ما راح ارجع لحتى الاقيه. بسيطة يا ابو عامر. قال شو؟ أبو محمود الفران رايح على البوايكية اللي عند ابن عمي، قالوا وشه 700 لون على قد مو طالع خلقه. لطيف، ما قال لك ليش الفران كان جاي لعنده؟ قال ما بيعرف، بس هو كداس إجا يسأل عن ابن عمي هون، قال شو؟ مشان يحذره منه. الله يرفع البلا يا رب ويجيب العواقب سليمة بجاه نبينا محمد. والله أنا شايف العواقب مالها جاي سليمة بنوم. الله يجيرنا يا رب، الله يجيرنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
خلص خلص تقبرني، لا تكمل حكيك. أنا عرفانة حالي إني غلطانة من وقت ما منعتك إنك تتزوج. يعني موافقة تجوز؟ بدي وافق غصب عني. غصب عنك ما بدي، بدي تكوني رضيانة ومن قلبك. رضيانة رضيانة رضيانة، بدي أرضى غصب عني. أمي ما بتجوز إلا إذا كنتي رضيانة. خلص صبرني، خلص تجوز، بس المهم لا تنسى شغلك مع اللي ظلموا أبوك الله يرحمه. ها، ما نسيت ولا رح أنسى أمي، كل واحد منهم بده ياكل حسابه. إيه الله يرضى عليك تقبر علي. مين رح تخطبي لي؟ ما بعرف والله، محتارة. المشكلة إنه ما في عيلة بالحارة بترفع الرأس، ما في ولا بنت تستاهل إنه تكون زوجتك. يعني كلهم، تعرف أنت ابني، تعرف إنه مستواهم غير مستوانا. أيوة، شو يعني؟ بدي أحاول شوف لك شي وحدة من معارف أبو. كل بنات معارف أبي تجوزوا أمي، صار عندهم أولاد. ما هي هون المشكلة الكبيرة، شو بدي ساوي؟ طيب خليني شوف وحدة من عيلتي، شي وحدة هيك تكون أكابرية وتكون بتطير العالم مثل حكايتك. تقبرني أمي، لا تشوفي حدا ولا تعزبي حالك. أنا بقول لك مين بدي تجوز. مين؟ مهليني كم يوم، أنا بخبرك. ليش بتعرف حدا تقبرني؟ لا ما بعرف حدا، بس أشوف هيك بنت حلال تريحني وتناسبني وتريحك وتناسبك. إيه يلا عم بستنى. هذه الطهرة يا ماما. الله يرضى عليك تقبر قلبي، الله يرضى عليك. شو يا أمو، سمعانة صوت ضحكتك لفوق؟ خير إن شاء الله، مشقر اليوم. تسلمي يا فهمية، تسلمي. شو اللي باسطك بقى؟ أخوكي مظهر بده يتجوز وأنا وافقت. إيه إن شاء الله ألف مبروك. إيه هم عقبال ما نشوف ولاده عن قريب. إن شاء الله، بس المشكلة إنه أنا حالتي لازم أشوف شيخ الحارة مشان يفتي لي إياه. يعني شو اللي حالتي؟ شغلي كان بدي إياها تصير وما صارت. إيه فهمت عليكي، بس شغلة شو؟ خلص بقى لعيتي لي قلبي، شغلة خلصت وراحت. طيب بس إذا كان هيك لازم تشوفي أخي مظهر مشان يحكي لك مع شيخ الحارة ويجي يفتي لك يمينك، مشان لما أخي مظهر يتجوز يعيش عيشة هنية هو ومرته. إيه إن شاء الله، وأنتي كمان الله ييسر أمورك ويبعث لك الرجال يلي بيستاهلك مو شو ما كان. إن شاء الله أمي، إن شاء الله، الله كريم. الله كريم، الله لا يجعل هذا اللي اسمه صبري نصيبك، لأنه مستوى بالأراضي عبس ما كانت تفهم البنت. مستحيل. الله لا يوفقكم على هيك عملة. الله لا يوفقكم. يا مو والله نحن ما بنعرف القصة كلها، ما بنعرف. لا ليش ما خبرتوني وقت اللي اجاكم الخبر؟ ليش؟ لك يا مو انا ما بدي ادوشك، قلت لحالي ما بنكبر القصة مشان ما يزعب حلا. لك انا ادرى من رئيس الكركون ويسود وشي. الله لا يوفقكم. وانتي وليه؟ انتي وليه؟ درياني عملة اختك ما؟ درياني والله ما بعرف يا اخي، والله ما بعرف. شلون ما بتعرفي؟ لك ليش ما خبرتوني؟ ليش ما خبرتيني؟ لك كذابة انت وامك، كذابين. لك قالت لك ليش عم تكذبي؟ قالت لك، لك قالت لك. يلعنك يلعنك، واطية انت الثانية، لك واطية. ليش ما قلتي لي شو عم بسري؟ لك ليش ما قلتي لي؟ ما بعرف يا اخي والله ما بعرف. شلون ما بتعرفي؟ عم تكذبي كمان. الله يرضى عليك، اترك دقيقة. نبيها ما دخلها. نحن ما قلنا لك ما بدنا تنفضع القصة وتنفضع أختك، بعدين إذا عارف شك الخطيبة بيطلقها. أمي أنت كمان كنت بتعرفي لك أمي؟ لا والله يا مو، لا والله يا مو ما بعرف، قلت لك ما بعرف. شلون ما بتعرفي لك أمي؟ شلون ما بتعرفي؟ لك بنتك رح ياخذوها على سجن القلعة. لك ساوت سمعتنا بين الصرامي، لك أمي ساوت سمعتنا بين الصرامي. يا وليش رح يحبسوها؟ ليش؟
انه اتهموها بقتل الزهريه. بنتي قولي على قامتي عليك يا بنتي، قولي على قامتي عليك يا بنتي. طب ان شاء الله بشنوها بخلص منها. قولي على قامتي عليك يا بنتي، يا اخي تيتموك بقتل الزهريه. اختي الهام ما قتلت زهريه. اللي صار بين اختك وخطيبه صخر، زهريه هي الوحيده اللي بتعرفه، قام اتهموها الالهام بقتل زهريه مشان ما تفضحها بين الناس. الله يلعن الساعه اللي حضرنا فيها على الزهريه. ليش مو الله لا يوفقها لاختك على عملتها السوداء اللي عملتها مع خطيبها؟ لو ما عملتها العمله كانت قاعده بيناتنا بخير وما كان صار اللي صار. انا كنت لعند اتصل ابو عامر. يا غريب وينك معلمي؟ وينك؟ خير شوفي. شو اللي شوفي؟ القيامه قايمه عليه. علي شوفي، اجا ابو محمود لهون والشر بين عيونه ما انه شايف قدامه بده يعمل لك فنطي. ابو محمود عامل لي فنطي لي ليه؟ ما بعرف ليش جاي بده يخانقك. لا ما الي ايه لا غريب. مين قال لك الحكي؟ انا سمعتهم بيدني سي. هي خبريه لا كانت على البال ولا على الخاطر. بس خبرية حلوة ما هيك سيدي؟ شو حلوة؟ حلوة كتير وبتستاهل عليها حلوان محرز. سيدي خيرك سابق بلا. بس قبل ما تاخذ الحلوان ويصير محرز بدي منك شغلة وعلى حالك. مور سيدي مور. بدي تروح على حارة أبو صخر. حارة أبو صخر؟ شو بدي أعمل هنيك سيدي؟ أنا بلا هون بدي تنقل لأبو صخر كل كلمة بالحرف اللي قلت إياها، والأحسن يكون في عنده ناس يسمعوا القصة. بدي كل العالم تعرف إنه أبو عامر هو ورا حبسة الإلهام خطيته لصخر. فهمت؟ هلا مشي مصهر بيه. بدي القصة تنطشطش. فهمت؟ ولا يهمك سيدي، واعتبر كل الناس بحارتنا وحارة أبو صخر صار يعرفوا شو صار مع إلهام المستورة. مستورة؟ مين وهي المستورة؟ المفضوحة سيدي، المفضوحة المحبوسة بالألحى. بترجع لعندي على الحارك بتاخد حلوانك. بأمرك. استنى لأخذ لك طريق. يلا. والله وناقشت معك يا حارة، رح بتعوض هالكم يوم اللي عدتهم بلا شغل. ما قال لك شو بده مني؟ لا والله يا كبير، بس قال عاوزك ضروري ضروري وعلى الحاري. حسباني انت انا لاحق. امر عيونك. سلام عليكم. الله معك. غريب والله. شو بيكون بده مني مختار؟ قداس؟ قداس؟ مور معلم. دير بالك على الشغل، واصل لعند المختار وراشي. الله يوفقك معلم، دير بالك على حالك، ما يغدر فيك هذا ابو محمود. لا خاف الله معك. ميسرة مع السلامة يا كبير. إلا ما يجي ومصير هذا الكرسي إلك يا كداس. هاي عملت عملها؟ هذا اللي طلع معك يا كبير؟ الله اكبر، شو بنا مختار؟ شو الغلط اللي عملته لا سمح الله؟ شو الغلط؟ اللي عملته بحليمة ابو محمود بتقلي شو الغلط؟ وين الغلط؟ لك شلون بتروح تشتكي على اخته لابو محمود بتفضحها بشرفها بالكركون، بعدين بتقلي شو عملت غلط؟ شو عم تقول يا مختار؟ ما فهمت. لك معقول هيك تصرف يطلع من واحد بعذرك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. عمي ابو حسني فهم عليك، الله يخلي لنا اياك، انا ما رحت على الكركون لاشتكي على حدا ولا افضح حريم حدا، انا رحت على الكركون لاقدم معلومات جديده يستفيدوا منها بالتحقيق، بعدين انت بتعرف مرتي رحمه الله عليها والثاني متهومه بقتلها. ايه مو منروح بنفضح الحريم وبنحط بعرضهم شرفهم؟ عيب يا ابو عامر، عيب. الله يجيبك يا طولة البال، عمي انا ما حطيت بعرض حدا. لك المخلوقه تحولت على طباب الشرعيه وبعدين اخذوها على سجن القلعه. معناتها اللي قلته انا مزبوط. يعني انت بتعرف شو عامله مع خطيبه صخر ورحت لتفضحها بين الناس؟ لا مو هيك ابو حسني. مو هيك؟ والحرمه صارت محبوسه بالقلعه وحضرت جنابك عم تتصرف من راسك وتنقل حكي مثل النسوان. الله يسامحك يا مختار، هلا هيك انا صرت بنظرها. لك ابو عامر
لو انت اجيت وخبرتني انك رايح على الكراكون لتشتكي على اختر ابو محمود كنا عرفنا شو نساوي قبل ما تنفضح المستوره. لك يا ابو حسني الله يرضى عليك، شو قلت لك قبل شوي؟ انا رحت لعند بشير افندي وقلت له مين دخل على غرفه مرتي؟ بيت ابو محمود من الناس اللي فاتوا على غرفه مرتي بس. شو ما عم تفهم علي؟ لك انت اللي ما عم تفهم علي، نحن مو من عوايدنا نفضح الحريم لو شو ما صار، وهذا الشيء مو من عمايل كبار، هذا من عمايل صغار. انت زودتها كثير مختار، انت اللي زودتها، ومثل ما عرض حرمتك غالي عليك، اعراض الناس وشرفهم غالي عليهم. بس يا حليف يا ابو عامر يا حليف، هذا كلام مردود عليك. هيك هيك ايه ايه والله يا عقيد، ابو عامر فضحكم ووسخ سمعتكم. لك خلاص ولك حامد خلاص بقى. اسمع حامد اسمع، ما حدا بيطلع له يخبر على ززمتي وانا بصخر. لا اسمح لي هالمره وسخ سمعتكم وجابها بالاراضي وبين الصغار كمان. لك خلاص ولا خلاص احسن ما شلك عيونك. ركو قول حامد هو شو قال كمان هذا الواطي؟ هات لنشوف كمل. شو بده يكمل عقيد؟ شو بده يكمل؟ ركو يكمل لنشوف شو عمل كمان. كمل عمي حامد كمل، شو عمل هذا الواطي؟ جاب معدل عقيد. لك انا ما حدا بيعلم على صوت مرتي ولا؟ لا تواخذني هالمره، بس بدي اقول لك انه حرمتك اخته لاب محمود انزلت قدام كل الناس. لك عم تجيب سيرة حرمتي كمان؟ مو أنا اللي جبت سيرة حرمتك عقيد، بعدين روح خد تارك من أبو عامر اللي من وراه صارت حرمتك بسجن القلعة. لك أنت شو عم تقول؟ مثل ما سمعت معلم صخر، حرمتكم اتهم أبو عامر إنه قتل مرته بليلة عرسها. ومو بس هيك. وشو كمان؟ احكي! والله يا عقيد أنا زلمة مربى وما بيطلع معي هذا الحكي، بس الله يهز بدنه، الله يهز بدنه لابن الحرام اللي بيجيب أعراض الناس وبيحكي عليها وبيفضح أسراره. حامد! قول شو ساوى أبو عامر أحسن ما حملك كرشتك بين إيديك. أبو عامر كشف إنه، استغفر الله العظيم والله ما عم تطلع معي عندي. لك أنا هالبحثة بقول. حاضر تكرم عينك معلم. أبو عامر كشف إنه حضرتك داخل على خطيبتك. شو عم تقول؟ مو بس هيك، اشتكى للكركون وبعتها هي على الطبابة الشرعية، طلع الحكي مزبوط. صخر هذا الكلام اللي عم بيقوله حامد مظبوط؟ آه. لك احكي مظبوط ولا لا؟ يا بي إلهام حرمتي وأنا ما عملت شي يغضب رب العالمين. طي عليك يا واطي طي عليك، نحنا نحنا بنساوي هيك عند العرس يا واطي. هذا اللي صار يا بي، هذا اللي صار. يا الله لا يعطيك العافية للعبلي، بهدلنا قدام الخلايا كلها. بالعكس بالعكس الله يسامحك يا عقيد، الحق مو على صخر، الحق على اللي بيفضح اعراض الناس. يعني وقت ما ثبتت القصه بالطبابه الشرعيه انه صحيحه، اتهموا حرمتك انه قتلت مرته لابو عامر لانه هذيك بتعرف كلسه. لا لا كملت معك كثير يا ابو صخر. قال شو؟ مرت ابنها خريج تحبوس وقت قتلها يا فرحتي. انت شو عم تقول يا بي؟ هذا الحكي ما مزبوط منه، مستحيل. كل اهل الحارة عم بيقولوا هيك، نفس الحكي انه حرمتك بريئة واللي صار بينك وبينها ما له علاقة بقتل بنت ابو سليم. واهل الحارة عرفوا كمان؟ ايه عرفوا. كملت معك يا ابو صخر، كملت معك. ايه ما ضلش لا تي ولا ازعر ولا مربى ولا صغير ولا كبير الا ودري باللي صار بين صخر وخطيبته، ولما دري ابو محمود طاش حجره. يمكن شو كمل؟ والله يمكن هيك عم جمعوا حالهم، بدهم فوتوا لعنكم هيك فوتي على الحاره يدقوكم بدن كرمال عرض ابو محمود. مالو اخ ولك ما فشروا، لك بعيد عن اسنانهم هي. مو بس هيك على راسهم ابو عامر. انا يلي بدي رد له اياها لابو عامر وعلمه شلون يحكي على اعراض الناس. صخر لازم تطلعها هلا دخري على الحارك. هلا مو وقتها يا بي، انا بعرف شغلي معه لهالواطي. ديب اشبع لي رجال الحاره كلها والحقني. بامرك عقيد. لك الحاره شو مستني؟ بامرك عقيد. حميد هي كبيره عندي كثير كثير، بلك وحده. انا خدام ابو عينك، روح ربي يهز بدنك اللي هز بدنك، اخر زمان الناس ما عاد صفى فيها غير سابك الحاره.
الله معه. يا باطل يا أبو صخر، يا باطل على اللي عم يصير فيك. غدار يا زلمه. ليش ما قلت لي أخي؟ ليش؟ يعني هيك أحسن؟ البنت تنفضح بين الناس ويأخذوها على حبس القلعة؟ أصلاً كل الحق على فوزية اللي فضحتها قدامك. يا شهيرة خانم، ابن عمي لازم يعرف كل شيء لحتى يقدر يطلعها لكاملة من السجن. يعني أنت عاجبك هيك تضلها ملحوشة ظلم وغيرها عم يسرح ويمرح برا؟ شو دخل إلهام بقتل زهرية؟ آه؟ شو دخلها؟ كيف شو دخلها؟ لكن مين اللي قتلها لزهرية؟ مين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هالقصة. ماشي يا أختي ماشي. قولي يا ريكو. إن شاء الله بتنحرق الحارة كلها واللي فيها. المهم ما حدا يقرب لا ناحي ولا نحتاج راسي ابن عمي. إلهام؟ شو عم تعملي هون؟ انت اللي جبتيني لهون. شلون يعني انا اللي جبتك لهون؟ انت تعال شوف احكي لي شو صاير لك. شو صاير قلي لي هذا اللي صار. المخلوقة صارت سيرتها على كل لسان من يوم ما راحت القلعة، ونحن ما بدنا حريمنا يصير فيهم مثلها يروحوا على الحبس مثل ما صار ببنته لأبو عزو. يمكن أبو عامر مو قصده يفضح المستورة، هو قصده يلاقي دليل يمرق حرمته الملحوشة بسجن القلعة. أخي ما قلنا لا، بس مو على حساب كرامة وشرف الناس. بعدين يا جماعة المفروض أنه يشوفوا لأبو محمود قبل ما يروح على الكركون ويتصرف على كيفه وينشر عرضه للمستورة بين الخلائق. بهي معك حق يا مختار. لك أخي كان لازم يشوفوا لأبو محمود يتفاهم معه لأنه اللي صار كبير كتير بحق حريمه لأبو محمود. أبو عامر ما بيغلط هيك غلطة مختار. أبو صافي هذا الشيء صار والحرمة تحولت لسجن القلعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يمكن أبو عامر تسرع شوي وما حسب أمي. يا مختار شو بك مستور؟ الحالة يا مختار؟ صخر وجماعته صاروا بقلب الحارة. يا لطيف شو الحكي يا مختار؟ الله بسرعة الله يجيبنا من النار الله يجيبنا. بيركن وين؟ كبيرنا ما بيجي لعند الاولاد الصغار يا صغير. الصغير قتالك يا فصعون. شو جاي تساوي هون يا صخر؟ انا جاي بدي كبيركو. كبير حارتكم يجي لعندي لهون. انا كبير الحاره واقف قدامك، شو بدك؟ مو جاي مشانك يا مختار. انا بدي ابو عامر. شو بدك من ابو عامر؟ بدي ربي وبدي علمه الاصول والفهم والادب. الاصول بتقول انك تفوت انت ورجالك هيك فوته يا صخر؟ انا بدي ابو عامر يلي فضع أعراض الحريم المستورة وهي ببيوتها. عدو هيك هذا الكلام مردود عليك وعلى كل واحد بيحكي عني. مراجلك بتقول تروح تشتكي على الحريم الطاهرين وتحبسهم بالقلعة؟ ولك هاي مراجل الكبار؟ ولك استحوا الأندال يسووها؟ أبو ديب دير بالك على لسانك أحسن ما قصه. ها لك يا حيف، بس يا حيف على اللي بيفضع أعراض الحريم وبيحبس حريم حارته وإن الطاهرين أكثر من كل الناس. نحن مو حريمنا اللي بنهانوا بحارتكم يا مختار، وش كان ما كن قادرين تحموها من قليلين الوجدان والضمير نحن بنحميهم. راس وست حلقك والعواطي، ما حدا قليل الشرف غيرك. مو نحن اللي بنخترب حريمنا قبل عرسها. لكن الحرب ما بتنشرح عملها. قول انك جاي تستر على عملتك الوسخه يلي عملتها مع المستوره يلي انت فضحت عرضها قبل ما الناس تعرف. قداس ما بيجوز الحكي بنوب. مالك سامع شو عم يحكي يا كبير؟ طلع انت وياه من الحاره احسن ما طالعكم محملين ولا؟ ايه مو قبل ما كسر لك راسك وراس معلمك ولا؟ لكن تشاهد على روحك انت واللي معك ولا؟ ايه يا شو؟
يعني بدي مد ايده على صخر، بدي يكسر له اياها وحمله اياها. عدلي؟ ايه عدلي يا صياح افندي. لك شو هذا عدلي؟ صخر رفيقي ويلي بدي يلمسه انا قتاله. عدلي اسمعنا صياح، انت اللي بتعمل حالك وبتنقلع انت ورفيقك الحمار من الحاره كلها. معناتها تشاهد على روحك ولا واطي. قرد اشوف قرد. رجعوا لورا. يلا صياح. بسيطة يا ابو عامر، هالمرة مو محسوبة، المرة الجاية جايينك بالسلاح. امشي امشي يا رجال. معو يلا 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 الله حريق. شايف شو صار؟ شفت. يعني عاجبك هالفضيحة اللي صارت بحريم الحارة من وراء عمايلك؟ مو عاجبني بنوب يا مختار. روحوا صلوا على النبي، ما وصلت الامور لهون. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا مختار خلينا نفوت على المضافه ونشوف شو بدنا نساوي. شرفوا يا كبارية الحاره شرفوا. بس هي كبيره كثير يا مختار، كثير كبيره. روح لشغلك قداس. بس يا معلم روح. رجال واحدة من حريمه ماتت والثانية بالحبس. هو كمان الله يكون بعونه يا مختار. ومين قال له يعمل هيك بحاله؟ كمان انت يا مختار ما بصير تحكي مع ابو عامر هيك، ما بصير تحكي معه قدام الناس. هلا هو بيرضاها على حريمه؟ في حدا من بيناتهم بيرضاها على حريمه؟ هلا لو صاير مع وحدة من حريمك مثل ما صار مع اخته لابو محمود، بتقبل انه ابو عامر يعمل اللي عمله ويتدخل بدون ما يسألك؟ لا ما برضاها. شفت شلون؟ مشان هيك انا كشيت وشي فيه وما قلت له تفضل معنا على المضافه، فهمتوا؟ بس كمان صخر غلطان يا مختار. غلطان بحق اخته لابو محمود، بس يعني فوتوا على الحاره انا ما بشوف فيها شيء. الله لا يبلينا هيك بلوى يا جماعه. يا بس كمان اساس المشكله كلياتها من اولها لاخرها هو صخر يا مختار. صخر معذور لانه الحرمه حرمته. يا بس الزلمه العمله اللي عملها ما حدا بيعملها مع حريمه. يا جماعه الخير، الشيء اللي صار مع صخر وحرمته ما له حرام منوب، هو جوزها شرعا لانه كتابه مكتوب عليها على سنة الله ورسوله، يعني بيقدر ياخذها لعنده ايمتى ما بده وباي ساعة بيريدها. بس ما صار عرسه لحتى تعرف الناس انه هي مرته عن حاوي حقيقي يا شيخي. هذا عرف بين الناس يا ابو راتب، اما عند الله سبحانه وتعالى هي حرمته وهو جوزها. بس غلطان ولا ما له غلطان يا شيخي؟ غلطان بيعرف الناس وبس، اما بيعرف الله سبحانه وتعالى ما له غلطان. والله شيء حلو، اذا قلنا ما فيها شيء معناتها كل واحد بياخذ من اعراض بعضه البعض وبدون ما حدا يضرب من الناس يا شيخي. انا ما قلت انه ما فيها شيء. كلام الشيخ مزبوط، لازم هيك موضوع ما ينحكى فيه ابدا ولا تصير اي مشكله مشانه. ابو هاشم المخلوقه فاتت على السجن مشان هالشغله. رئيس الكراكون هو اللي دخلها على السجن، ولو ما في شيء ما كان دخلها. شو بده يكون فيه ابو هاشم؟ خلي ابو محمود تفضل. قل لي ابو هاشم شو بده يكون فيه؟ احكي. يعني انا بدي اسالك سؤال، لو اللي عامله معي عامله معك كنت دفعت عنه ولا حاسبته؟ اكيد رح حاسبه. هذا حكينا وانا بدي حاسبه ومو نسيانه اياها.
ليش هيك عم يصير؟ ليش هيك؟ إذا بدك هلا بروح على المضافة بقلبها على راسه فوقاني تحتاني معلم، أنت بس أمرني. لا كداس لا. بيضل المختار وأهل الحارة من لحمنا ودمنا. إيه بس هو غلط معك يا كبير. لك أنا اللي قهرني هذا اللي اسمه عدلي. كيف بيوقف ضد أهل حارته وبيصف مع صقر؟ لأنه واطي ولي الأصل. شغلة بتحط العقل بالكف. كيف وصل الخبر لأهل حارة أبو صخر؟ شغلة صارت بيني وبين رئيس الكراكون، كيف وصلت لهني؟ ولي على قلبي مظهر بيك ليه رداء؟ أنا خدامك واللي بدك إياه بيصير. بدي تكمل شغلك. ما بدي حدا من الحارة كلها مرتاح. واهم شيء الكل يبعد عن ابو عامر يكرهوه ويبغضوه. بدي الكل يشتغل ببعضه، الكل يقوموا على بعض، فهمت؟ لعيونك مظهر بيه، الك علي لهزلك بدنهم هز وفوتهم ببعض، وكل ما يطلعوا من طابوسه يفوتهم بطابوسه اكبر. والله لخليهم يقاوا ما يلاقوا يا مظهر بيه. ليه عليك يا دب؟ على بازي محلي. شو جاب عندي هو؟ روي يا بروي، هذا عدلي صاحبي واخي من زمان. والله يا عقيل اللي عمله عدلي مع ابنك ضد اهل حارته وضد ابو عامر بينشهد له عليه. مش كان هيك؟ اهلا وسهلا ميت السلامه فيك عليه بالقبضاي. عود سريع شرف بشرف. عود عم يعود. اهلا فيك عقيل. الله وكيلك يا عقيل، بهدلنا لك ابو عامر قدام اهل حارته، مسحنا بكرامته الارض. ايه بس انا لسه ما فشيت غير من الواطي سياره، ولما ابو عامر اتدخل كنت طلعت بروحه. ايه بس ما قصرت فيه وبري عليك. عدلي ابن اصول وبعمره ما نسي الخبز والملح اللي بيننا. الاصيل يا ابي ما بينسى الاصيل، ما بينسى النوب. نحن من بعدكم عقيد. صبها يا بدي، صبها هون. امرك عقيد. شو ما قلتي يا شفيقه؟ الحق مع ابوك انه ما يفتح الحمام، والحق معه انه اجل زواجتي منك. الله يصبرنا كلياتنا. بس طولت يا شفيقه طولت. قول يا رب تنعرف اختي فكريه وين هي يا عبود. حتى لو انعرفت ابوكي ما راح يأتي بحركه. شنو يلي صار معه؟ مانو قليل منوب. الله يستغفر فيها على الغلطه اللي عملتها فينا. لك اهلي عم يتمنوا تنايا يدروا انها ماتت بس مشان يخلصوا منها ومن سمعتها. وكلي الله يا شفيقه، ما بتعرفي شو صاير معها. شو ما صار ما لازم تعمل فينا هيك. بتعرف انه انا خفت على حالي منك؟ اوف، ومن شو خفتي على حالك بقى؟ خفت تبطل تتجوزني يا عبود. وكلي الله شفيقه، شو هالحكي؟ انا ما بيهمني الا انت، شنو ما دخلك باللي عملته اختك فكريه بالمره. الله يخلي لي اياك. يخلي لي اياك يا رب. امين امين يا رب العالمين. دعي لي شفيقه. ربي يهون عليك كل صعب ويفتح لك كل طرقات الخير. امين يا رب امين. يلا بخاطرك. مع السلامه. كله من تحت راسك وراس ابو عامر وراس زهريه اللي الله لا يوفقه ولا يغفر له فتحطي بين البشر. لك روحوا الله لا يوفقكم ولا يسامحكم يا رب. لك والله انا ما بيهون علي تكوني هون وانا مالي دخل بكل شيء عم بيصير معك. وانا ما قتلتها لزهريه يا كامله، الله وكيلك ما قتلتها، والله العظيم انا مظلومه. وانا كمان ما قتلتها ومظلومه مثلك. بس ليش جوزي حط اسمك؟ ليش؟ ليش ما بتعرفي شو صاير؟ شو صاير؟ ما حدا حكى لك من بيت حماكي شو صار بيني وبين خطيبي صخر؟ لا والله ما حدا حكى لي شيء ولا بعرف شو صاير. قلي لي. مزبوط انت ما بتعرفي، شنو كنت حردانه لما اجيت انا وامي لعند شهيره خان واشتكينا على زهريه. طيب فيني اعرف شو صار بينك وبينها؟ قل لك كم يوم بتصير عندي؟ لا انا خايفه والله خايفه. مش شو خايفه يعني؟ انا كاتب كتابي عليكي بشرع الله قدام كل الناس. خايفه شو اهلي؟ من هالناحية هي لا تهكل يا أهلي. أهلك عندنا زيارة بالبيت مع أختي وما رح يطلعوا لحتى يتغدوا على الراب صباح. طيب وأخي؟ أخوك بالفرن ما رح يتركوا يطلعوا. شبنا إلا أنتي مرتي بشرع الله. يلا أمي يبرني الوش، أنا بحبك إلا. لهيك انطبشت الشربة براسي، وصدقوني أنا اللي حطيت السم بزهرية مشان أقتلها، خوفي منها لتفضحني بين الناس وتنزل عيلتنا. الله يسامحك على هالعملة، الله يسامحك على هالعملة. لك بس صخر جوزي، الله وكيلك جوزي. قولي على قابتك، قولي على قابتك وعلى حالك كمان.
تفضل شيخي تفضل. يا الله يا الله. بسم الله. السلام عليكم يا شيخنا. وعليك السلام يا خانو. بقدر اسمع منك شو قلتي بالقسم تبعك وبالحرف الواحد يا خانو؟ أنا يا شيخنا أقسمت على شيء لازم يصير وهذا الشيء ما صار. أنا بدي أفتي لك اليمين تبعك بما يقول الدين والشرع من شان ما يضل اليمين معلق برقبتك يا خانو. أنا قلت أقسم بالله العظيم إني ما رح أجوز ابني لحتى انتهي من حزني على موت جوزي، وهذا الشيء ما صار، وأنا لحد هلأ لساتني حزنانة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه شيخنا، يمين أمي ما له فتوى عندك؟ كل شيء له حل مظهر بيك. طيب شو حلتها؟ شو الفتوى؟ بدك تصومي 60 يوم يا خانم، أو إطعام 60 مسكينا، أو عتق رقبة. بس أمي ما بتقدر تصوم شيخنا. بدك تطعمي 60 مسكين أي فقير، والله بيتقبل منك وبيرفع عنك الحزن واليمين بإذنه تعالى يا خانو. طيب شيخي، أنا إذا أعطيتك مصاري يكفوا 200 فقير وإنت بتوزعهم معرفتك بصير؟ بارك الله فيك يا مظهر بيك. الحمد لله رب العالمين، مشكور يا شيخ الحارة. الله يبارك فيك يا خانو. تسلم يا شيخنا. قديش أعطيك مصاري شيخنا؟ قد ما بدك مظهر بيك. كيف قد ما بدي يعني؟ الفقير قديش بيلزمه كفاف يومه؟ الفقير بيشبع برغيف خبز وبيشبع بخاروف، وانت شو ما بدك بتطعميه، وقد ما بدك خليك كريم مظهر بيك. يعني ليرتين ذهب بكفوا شيخي؟ بارك الله فيك، بارك شرف. الله فيك مظهر بيك. الله يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شرف شرف شرف. تفضل شيخ. يلا الله معك، مع السلامة. مبسوطة أمي؟ لسه تقبرني لسه. بوعدك وعن قريب رح تكوني مبسوطة وكتير كمان. ايه لنشوف. عجبك اللي صار من تحت راسك ولسانك اللي بده قص ورمي للكلاب؟ ليش انا شو دخلني بالخناقه اللي صارت بالحاره شهيره خانو؟ لو ما حضرتك قلتي لابو عامر عن الهام اخته لابو محمود ما كان حدا دري بالحاره وضلت الشغله مستوره. طيب انا شو عرفني انه ابن عمي رح يفضح المستور؟ اللي مجنني ليش ابو عامر يحكي لاهل الحاره؟ مو من عوايده يحكي بقصص النسوان؟ لا لا يا شهيره خانو، لا تظلمي لابن عمي، لانه اكيد في شيء نحن ما بنعرفه. هلأ بيجي ابن عمي ومنفهم منه شو صار. الله يصلحك يا أبو عامر، رحتوا على الكركون هي اللي فتحت كل شيء. شآم طيف أحلامي وإشراق أيامي، هي اللحن الذي تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي، فعدت رشامي يحييني أداوي فيه آلامي. وإن الله إلى الشامي
ضيف أحلامي وإشراق بأيامي هي اللحن الذي أهوى تجلت فيه أندامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي عجزت بما أقول بها وكم قد حرت بكلامي وإن الله يعلم ما مدى حبي إلى الشام Yeah.